ودي أذكر جار اللي كان له معاملة دائما الأثر الحسن يخليك يملك. كنا سكننا في حي جديد في الظهران وأخذنا السيارة الجديدة رحنا للجنوب وبعدين صيفنا وشحناه بالشحن مع أحد شركات الشحن، راح السواق وجابه، فكانت جديدة السيارة وغسله وداه للمغسلة ووقفنا كل وقفة بظلال شجرة بجنب بيت جارنا هذا. جاء واحد من الصغيرين عياله وحك على الكبوت. بحثنا وتأكدنا أنه حدا الصغيرين عياله يطلع الظهر بالقايلة والسيارة بظلال قريبة يتسلى، فسألت وصلت إلى الطفل قلت له أنت اللي مسوي؟ قال لا. قلت إذا ما هو أنت ترى بنخلي جهة تدخل تحقق في الموضوع اللي خرب سيارتنا. قال لا 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 أنا. قلت ما دام أنت الأمر سهل. جيت الجارية الفاضل الله يذكره بالخير، فقال أنا سألت عن الولد وأنه قال مدري إيش وفي كذا وكان وجل وإني صاك أنا لو أجي أضرب. قلت لا والله لو تضربه لا يصير بيني وبينك، إذا ضربته تبي تزعل أم العيال وتبي يزعلون عيالك وعيالي رايحين يصلون ويجون يصير مشكلة، لكن إذا عنده مشكلة أزلية نشوف حله. أبي يشعر أن سيارتنا سياركم وأن أغراضنا أغراضكم. صح صح. من فضل الله قال لي يا أبو عبد الرحمن والله لو ما تلقى ظلال سيارتك، شوف الرجل يمكن يسمعنا أو ما يسمعنا، إني لا تبي أجيب دركتر وهدم المجلس وتدخل سيارتك فيه. بيض الله وجهك. والله إنك سوتني بالمعروف، هو دول أولادنا وحبايبنا. الولد صار له ظرف صحي، يعلم الله أني تأثرت أكثر من أولادي، ومن فضل الله نبغ وصار نابغة والآن مهندس، وكل ما أروح جاي للمسجد وهم صغار على الطريق يقفون يحبوا الراسي. أسرح الرسول صح. صلى الله عليه وسلم وصاه حتى على سابع جار صح. الجار ذو القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب. فمن هذا المنطلق أنشر هذه القصة لإبداء التآلف. أنا في مناطق أخرى جيران والله كأن جيران مقبرة، أشوفهم في المسجد أكثرهم لكن ما أعرف أسماءهم صح. وسبقا عزمتهم واعتذروا، فنأمل أنه يكون في ترابط أسري واجتماعي أكثر. ذكرتها لغز جميل، وش حل